وكذلك ومشاركة محافظات الإقليم مرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ. وفي هذا الصدد نتشرف بافتتاح ورشة العمل ونبدأ فعاليات ورشة العمل. بداية أود أن أعبر لكم عن صادق سعادتي لتشريف هذا الجامع الكريم للحضور إلى محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. هذا الجامع الذي يجتمع فيه الصفة المتميزة من أبناء مصر في بقعة يجتمع فيها تاريخ العالم بأسره. الحضور الكرام، مرحبا بكم في الإسكندرية. يأتي لقاء اليوم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للعمل من أجل تحقيق مناخ أفضل لمستقبل أبنائها. طبعا بعد ثورتي يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 بقى الشغل الشاغل دلوقتي حاليا لكل الحكومة هو كيفية تقديم خدمات أفضل للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات اللي بتقدمها. لو تعرفوا حضراتكم دلوقتي إن إحنا 2.5% بس من الإيرادات هي إيرادات محلية من إجمالي الناتج القومي، و 97.5% هي إيرادات مركزية.